طالع نعطيكم التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني. في حراسه المرمى فوزي شوشي، في الرواقين الايمن والايسر مختار بالخيطر ورامي بن سبعيني، في وسط الدفاع ساموندي رفقه فاروق شافعي، في الاسترجاع نبيل بن طالب وزين دي فرحات، في صناعه اللاعب ياسين ابراهيمي، وفي الهجوم الثلاثي رياض محرز العربي هلال السوداني وبغداد بونجاح. تشكيله مثاليه للمنتخب الوطني الجزائري بقياده الناخب الوطني رابح ماجر الذي يساعده اغيل مزيان وجمال مناد. ثلاثي التحكيم بقياده ثلاثي التحكيم المصري بقياده محمد معروف، سمير جمال ويوسف وحيد. محافظ المباراه الجزائري رشيد اوكالي. بدورنا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. قبل حوالي 5 دقائق عن بدايه المباراه اعود اليك زميلي. الزميل وليد شماني، مقاعد الملعب من خلفك تظهر بانها فارغه. اشكرك شكرا جزيلا، والاكيد اننا سنعود للحديث حول هذا الموضوع في نشرتنا اللاحقه. شكرا.